السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يلقاكم باحسن احوال ورمضان مبارك سعيد. الله يدخل عليكم الصحه والسلامه. وباش ما تمنيتوا، اليوم هو اول يوم في رمضان. كيف ما شفتوا غادي نشارك معكم كيف دوزت النهار كامل، وغادي نشارك معكم ان شاء الله البسطيله بالحوت اللي كتجي جديده بدون تعقيدات وكثرت المقل. وكذلك غنشارك معكم هكا البريوات بليزيك ديال الجبن اللي كيجيو جداد وسهلين. صافي، هنا من بعد ما قديت تقديو داكشي غادي ناخذ الحامض، غسلته مزيان، خليته مرقد مزيان في الماء باش يتنقى مزيان، وغادي نقطعو باش نديرو في الكونجيلاتور في المجمد باش يجيني ساهل ملي نبغي ندير العصير. صافي، نصف كميه غنديرها نقطعها هكا كما كتشوفوا، والكميه الاخرى نقطعها دوائر لان كنبغي نديرهم في الماء. صافي، كيف ما قلت لكم غادي نبقى بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي ونخشيها في المجمد. صافي، باش يبقاو ليا ساهلين في الماء بغي ندير العصير او لا نحتاج الحامض نجبدو هكا. كيجي ساهل سيرتو ملي كتكوني مزروبه، كيجيك ساهل دغيا كتجدي كطحني كديري العصير. ان شاء الله غنشارك معكم عده عصائر بالحامض. وهنا كيف ما شفتو خديت موتزاريلا كيلو الإدام زوينه، حسن من ديك الاخرى اللي بيضاء. المهم خديت هادو، خديت نص كوره ديال الفرماج احمر، وغادي نخلط الحكم ونخلطهم مع بعضياتهم. غادي غنحك نص كميه ديال الموتزاريلا ونخلطها مع الفرماج احمر. هنا كدير واحد الطريقه كنحك الفرماج كيف ما كتشوفوا، وغادي نديرها في واحد البلاطو اللي هو كبير، وغنحاول نسرحها مزيان، وغادي نخلي ندخلها المجمد ونخليها حتى كتجمد وهي هكاك مسرحه. كما قلت لكم كناخذ بلاطو كبير كنسرحها مزيان، ما كنخليش الفرماج مجموع مع بعضياته، وكنخشيها في الكونجيلاتور ونخليها تقريبا واحد المده 4 سوايع حتى كتشد في راسها، ومن بعد كنقسمها ونخزن. ودابا غادي نبداو نحضروا في الفطور. اللي غادي اول وصفه نبدا بها هو البطبوط. منين البطبوط؟ غادي نحتاج فيه تقريبا 600 غرام ديال الدقيق الابيض، تقريبا 6 كؤوس ديال كذلك 300 غرام ديال الدقيق القمح، ما يعادل تقريبا 3 كؤوس ديال العنبه، وشويه الملح، وجوج معالق كبار ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال الخميره الخبز مع معلقه كبيره ديال السكر، وخلطتهم مع الماء الدافي حتى كيتفاعلوا. من بعد ضفتهم مع باقي المكونات، وضفت كذلك الماء الدافي باش نجمعوا العجينه. هنا راه دوبلت المقادير اللي عطيتكم باش تخرج ليا كميه كثيره ونحتفظ بها هكا فما نبغيو نجبدهم يكونوا واجدين وكيبقاو مزيانين. المهم غير تبعوا هاد المقادير هادو والطريقه كيبقاو ليكم زوينين كانكم طيبتهم في النهار الاول. صافي، هنايا هذه هي الشكل العجينه كتبقى على هاد الشكل هذا، كتخليوها شويه رطبه. صافي، هنا غادي نغطيها ونخليها حتى كتخمر. صافي، هنا غادي نغطيها هكا بلاستيك عدائي باش تخمر ليا بسرعه. صافي، هنا العجينه ها هي خمرات كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي ناخذ نصف الكميه ديالتها، غادي نطلقها بالمدلك ونقطع على شكل دوائر صغار، ونخليهم يخمروا للمره الثانيه، ومن بعد غادي نطيبهم. والخبيزات ديالنا ها هما من بعد ما خمروا كيكونوا على هذا الشكل هادو. صافي، دابا غادي ناخذ المقله نوضعها فوق النار ونخليها حتى كتسخن مزيان، من بعد غادي نوضع عليها الخبيزات كيف ما كتشوفوا، وغير نحسوا بهم. صافي، شدوا في راسهم، غادي نقلبوهم. صافي، تبقاو تقلبوا فيهم حتى كيطيبوا. هذه هي الطريقه ديالتهم باش ينجحوا معكم ويجوكم خاويين من الوصل، وتخليهمش حتى يبانوا فيهم الفقاعات من فوق. صافي، كيف ما كتشوفوا غادي نبقى نقلب فيهم نقلب فيهم حتى كيطيبوا. هادو هما الشكل ديالهم من بعد ما طابوا، انتما كتشوفوا كيجيو خاويين من الوصل وكيجيو منفوخين. صافي، انا غادي نخليهم على جنب حتى نوجدوا لهم الحشوه اللي غادي نعمروا بهم. ودابا غادي ندوزو نحضروا البسطيلات ديال الحوت. كيف ما قلت لكم بدون تعقيدات، هنا عندي هكا الحوت الابيض، وعندي كذلك هنا عندي فواكه البحر مخلطه ما بين البوزروك والكلامار والقمرو كيف ما كتشوفوا،
وعندي شعرية صينية ديجا مرقدها في الماء سخون، وكذلك عندي زيتون مقطع. هنا كما كتشوفوا عندي مقطع رقيق بزاف، وكذلك عندي حامضة مصيرة مقطعها قطع رقيقة، وعندي معلقة صغيرة ديال الثومة محكوكة، معلقة صغيرة ديال الهريسة، وكذلك عندي معلقة صغيرة ديال الطماطم مركزة، وعندي كمية ديال القزبر ومعدنوس. وبالنسبة للتوابل غادي نحتاجو شوية سكنجبير، الكركم، وفلفل حار، وكذلك فلفل أسود، وكذلك عندي تحميرة أو الفلفل الأحمر، والصوجة، وزيت زيتون. هادو هما التوابل اللي غادي نحتاج. ما بغيتش ندير كثر لي صوص داكشي، خليت هاد التوابل اللي هي خفيفه باش يبقى لينا المذاق ديال الحوت اللي غالب. صافي، هنا غادي ناخذ التوابل مع الزيتون الاخضر ومع الحامض والاربع اللي هو القزبر والمعدنوس، وكذلك الثومه محكوكه مع الهريسه مع المطيشه الحك، مع التوابل اللي غادي نضيفهم. غادي نخلطهم مزيان، ومن بعد غادي نضيفهم على الحوت والشعريه الصينيه. غادي نبقى كل كميه غادي نطيب بها شويه من هاد الخلطه هذه اللي خلطنا. المهم هانتوما تشوفوا معايا جميع المراحل. صافي، بالنسبه للحار كيبقى على حسب الذوق، الا بغيتو نقصوا الكميه نقصوها. صافي، هنا غنضيف شويه سكنجبير. هنا بالنسبه للملح كيف ما كتلاحظوا ما درتهاش، لان عندي الزيتون مالح، وكذلك عندي الحامض المصير مالح، والهريسه حتى هي فيها شويه الملوحه، وكذلك الصوجة كتكون مالحه. صافي، هنا ما ضفتش الملح نهائيا. وكذلك في الشعريه الصينيه ملي درت لها الماء سخون ضفت لها شويه الملح فقط باش تايد ما تجيش باسله، يعني من احسن ما تضيفوش الملح. صافي، هنا خديت مقله خليتها حتى سخنت مزيان، من بعد ضفت عليها معلقه كبيره ديال الزبده، وضفت هنا كيف ما كتشوفوا الخلطه ديال هذا الحوت. صافي، هنا ضفت معلقه كبيره ديال الشرموله. غادي نحرك مزيان هاد العناصر. وهنا بالنسبه للنار من احسن تكون مجهده باش ما يطلقش لينا الحوت، ما يطلقش لينا الماء، يطيب بسرعه، ما تخليهوش يطيب بزاف باش ما يقصحش. صافي، غنبقى بهذه الطريقه كنحرك حتى كيطيب، من بعد غنطفي عليه، وغادي ناخذ نفس المقله غنضيف عليها الشعريه الصينيه، وكذلك غنضيف ليها تقريبا معلقه كبيره ديال الماريناد اللي خلطنا. بالنسبه لهاد الماريناد غادي نقسموها عليهم بثلاثه. صافي، غادي نحرك حتى هي مزيان حتى ما كيبقاش فيها الماء بتاتا وتنشف مزيان. والحوت الاخر حتى هو درت ليه نفس الطريقه في نفس المقله، ضفت عليها المعلقه كبيره ديال الماريناد وخليتهم حتى كيطيبوا مزيان حتى هما. صافي، هنا من بعد خلط الجميع المكونات اللي عندي كيف ما كتشوفوا، ودابا خديت الورقه قسمتها على 4. هانتوما كتشوفوا كيجوا هكا مثلثات، وخديتها اطار دائري او لا تاخذوها كجبيبينه. المهم الطريقه موضحه في الفيديو كيف ما كتشوفوا، الطريقه هي سهله وبسيطه. صافي، وكنجمعها كنلصقها بالبياض بيضه انتما كتشوفوا باش تلصق. وهنا في الاخير دهنتها هكا بصفار بيضاء. الا ما بغيتوش تدهنوا بالبيض تقدروا تدهنوا غير بالزيت او الزبده. صافي، غادي ندخلها الفران وهو سخون، شعل عليها من تحت، ومن بعد نحمرها من الفوق. ودابا غادي نتعرفوا على الحشوه ديال بريوات. هنا عندي البصله الخضاريه مقطعه رقيقه، وعندي لي زيبينا، وكذلك عندي الجبن وفرماج مثلثات او لا مربعات، كيبقى لكم اختيار. هنا في المقلات هي سخونه، ضفت شويه الزيت كيف ما كتشوفوا هي الرشات، وضفت عليها كذلك البصله الخضاريه كتجي لذيذه مع هاد لي زيبيناغ. الا ما كانتش عندكم تقدروا ديروا بصله العاديه. صافي، هنا ضفت لي زيبيناغ او السبانخ، وهنا غنضيف شويه الملح لان راكم عارفين لي زيبيناغ اصلا كيكونوا مالحين، وكذلك عندنا الفرماج مالح. صافي، هنا بالنسبه للجبن والفرماج غادي نخلطهم مع شويه الفلفل الاسود والفلفل الحار، وكذلك غندير شويه زيت زيتون، وغنخلطهم مع لي زيبيناغ والبصله اللي طيبنا. صافي، هنا كيف ما كتشوفوا خديت ورقه قطعتها على نص كيف ما كتشوفوا، ودهنتها مزيان بالزيت لانها شويه ناشفه، جاتني شويه ناشفه. صافي، غادي نحط الكميه ديال الحشوه. صافي، كنبقى نشكل فيها على شكل مثلثات كيف ما كتشوفوا في الفيديو، طريقه سهله. صافي، في الاخير كنسدها بشويه البيض او الزيت، واذا كنتوا غتقليهم من احسن تسدوهم بخليط فيه شويه الدقيق الابيض مع شويه الماء،
وسدهم بهم. صافي انا هنا دخلتهم الفرن ما قليتهمش، كيكون الشكل ديالهم هو هذا، وكذلك الشكل النهائي ديال البسيطلات هما هادو. انتما كتشوفوا كيجيو محمرين ولذاذ بزاف، غير جربوهم غادي يعجبوكم بزاف. وبالنسبه للحشوه ديال البطبوط ما شاركتهاش معكم لان ما بقاش ليا الوقت، خديت الكميه ديال الطون مع شويه المايز او الذره، وضفت عليها كذلك شويه لادان فيمي ومع شويه البصله مشحره، وخلطت هذه المكونات كامله بصوص بشاميل وكذلك شويه الفرماج. هذه الخلطه ديك الجديده بزاف، غير جربوا غادي تنال اعجابكم. صافي هذه هي مائده الافطار ديالنا، كيف ما شفتوا هادو هما الشكل ديال البريوات اللي بالزيبيناغ والجبن والفرماج. وهنا كيف ما كتشوفوا كذلك حضرنا سلطه هكا خفيفه بالخيار وطوماط سوريز والافوكا والخس. وكيف ما قلت لكم هادو هما البسيطلات اللي كيجيو لذات بزاف. وهنا حضرنا كذلك الحريره المغربيه، راني فايت ليا مشاركها معكم، حتى نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وبالنسبه للبغرير حتى هو فايت ليا مشاركه معكم. صافي. وبالنسبه للعصير هنايا خديت ذات الحامض مع جوج تفاحات، كميه ديال الحامض مع جوج تفاحات والماء، وطحنتهم مزيان. الا كان عندكم الطحن الكهربائي كيطحن مزيان ما غاديش تصفيه، الا كان ما كيطحنش مزيان من احسن تصفيه، كيجي لذيذ بزاف. وبالنسبه للكميه ديال السكر بغيتو على حسب، كتبقى على حسب الذوق. وكذلك كاينه الشباكيه والتمر. المهم هذه هي مائده الافطار ديالنا، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو وعجبكم هذه الوصفات اللي شاركت معكم. والى لقاء الفيديو جديد ان شاء الله مع وصفات جديده، وما تنسوش باللايكات وتعاليق زوينين. والى اللقاء، رمضان مبارك سعيد.